بكر انديا بتمريرة استلام وكرة في المنتصف، هنا نقلة للأمام والمحاولة للتقدم، تقدم حازر هنا أمامنا، ما زالت الكرة موجودة، محاولة هنا ملعوبة والبحث عن الكرة العرضية والتغطية، حاضر حاضر ما زالت قائمة، التسديد والاستلام وهنا ما زالت الكرة، محاولة عرضية والرأسية في الجول، عرضية والرأسية وفرح موريتانيا بهدف أول، هدف أول للمرابطون. قلنا يا جماعة الاصبر يلحق الظل، وها هي المباراة تظل أبناء موريتانيا بفرحة أولى وبهدف أول وبهجة أولى، ما أجملها ما أجملها، هدف طال انتظاره بعد إلحاح على الشباك، يأتي الهدف الأول وتأتي الفرحة الأولى ويأتي هيجان المدرجات فرحا طربا، كرة عايزة 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 تسعد الأرض وأصحابها، وأخيرا الأرض تستجيب وتسعد أصحابها بهدف أول عرضية ما أجملها عن طريق أدام با، والمتابعة بعد ذلك رائع من الحسن العيد، ولك من اسمك نصيب يا الحسن، لك من اسمك نصيبا يا الحسن العيد، وجاء فرحة العيد الكروية الحسن العيد، هدف أول إذن يأتي أمامنا، هدف مستحق لمنتخب مسيطر، لمنتخب مهيمن، لمنتخب هو الأفضل فارض أداء وسيطرته، وكان ما ينقصه هو الهدف، لكن الآن أخيرا تأتي فرحة الهدف الأول بعد طول انتظار من جانب المنتخب الموريتاني. أسهل درب للمرمى، هنا المحاولة لكن الإبعاد، يأتي البحث عن الهجمة المرتدة والنقلة هنا أمامنا، لو مر فيها كلام، لو مر إسماعيل دياكي فيها كلام، لو مر، الله 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 الله، مرور هنا أمامنا، الله 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 الله، ويا للحسرة ويا للحظ العاثر، يا للحظ العاثر، شوف الإعادة، شوف المجهود الجبار من إسماعيل دياكيتي، ولكن كما قالوا في بعض الأحيان الحظ إما عدل مضاعف أو ظلم مضاعف، في اللقطة الماضية كان ظلم مضاعف على المرابطين. أيها الأحباب أيها الكرام شاهدينا عبر قنوات بي ان سبورت، يختتم شوط المباراة الأول بين منتخب موريتانيا ومنتخب جمهورية أفريقيا الوسطى بتقدم منتخب موريتانيا بهدف أتى في الدقيقة 27 عن طريق اللاعب الحسن العيد، شوط السيطرة أداء ونتيجة كانت فيه لأصحاب الدار لمنتخب موريتانيا. إلى حين الشوط الثاني في رعاية من الله وحفظه.